والمعاناة، إلا أن إرادة الحياة والمضي قدما تبقى راسخة، حيث أحيا نازحان من جلولة إلى مدينة خانقين حفل زفافهما في أحد مخيمات النازحين وسط أجواء فرح، ووجد نازحو المخيم خلالها منفسا لهمومهم. تعلو الزغاريط والأغاني خلال حفل زفاف لعروسين في هذا المخيم بعد أكثر من شهرين على مشاهد البؤس والحزن في مخيمات اللجوء في خانقين التي تأوي آلاف الأسر النازحة، حيث ارتدى الشاب أحمد بدلة زفافه دون أن يزف كباقي رفاقه في منزله في ناحية جلولاء، ولم يشأ القدر أن يتوجه بعد انتهاء حفلة الزفاف إلى قفص الزوجية السعيد الذي جهزه لهذا اليوم حالما بأن يكون زوجا مثاليا في الحياة الأسرية. فاعتداءات داعش منعته وخطيبته مريم من ذلك، حيث مضى أكثر من سنة على خطبتهم في جلولاء. علمنا هالجلولاء كنت خاطب قبل سنة، كنت خاطب بتخالي وكنت أتمنى سوي العرس منطقتنا في جلولاء، لكن الظروف ما سمحتنا وانهزمنا من الإرهاب. فهسه أنا حاليا في المخيم في خانقين، والمسؤولين ما قصروا ويانا، وكل خانقين والأهالي خانقين ساعدونا سوينا العرس هنا، ونشكرهم احنا وبارك الله بهم. المنظمات الديمقراطية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني والمنظمات الخيرية وبهدف رسم البسمة وإعادة الحياة الطبيعية للنازحين تبنوا إقامة حفل زفاف لهذين العروسين. هدف رسم البسمة والفرح والسرور على وجوه الشعب العراقي، قامت منظمتنا بحفلة زواج، حفلة يعني باللهجة العراقية حفلة عرس لعائلة من نازحة من ناحية جلولاء إلى قضاء خانقين، وقمنا بالواجب إن شاء الله وسوينا لهم حفلة زفاف حلوة جدا، وهاي الناس كلها فرحت، وإحنا هدفنا الأول الأساسي هو جعل الفرحة والبسمة على وجوه جميع العراقيين. هكذا ينتصر الفرح على الحزن وينتصر الخير على الإرهاب عن طريق تكاتف الجهود والوقوف صفا واحدا تحت خيمة الاتحاد الوطني الكردستاني. بفضائية كركوك من مخيم لاجئي خانقين، عباس الأركوازي. تذكير بالعناوين: